الانترنت راه ملي كنت تطلقوا خياو ديالي ديالي ما عبد الله شفنا بعض المهمين دوري كنتهم في هذا حميد العوني رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين. يعني في أي إطار اليوم الندوة ديالكم هنا بدار شباب بن خلدون بالمحمدية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين تتنظم هذا اليوم التحسيسي على حول أهمية الممارسة الرياضية للأشخاص فضيحة إعاقة، واللي تجي في إطار الشراكة اللي تجمع ما بين الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وهذا تجي كذلك في إطار استراتيجية اللي وضعها الجامعة من أجل توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والتعريف بالرياضة ديال الأشخاص فضيحة إعاقة، وكذلك بالمزايا لا الصحية ولا النفسية للأشخاص فضعية إعاقة، وبالتالي إعطاء الشخص المعاق الحق في الممارسة الرياضية، وبالتالي نعرفه بالحقوق دياله، لأن هذا الحق ديال الممارسة الرياضية تيعطاه له الدستور المغربي وتيعطاه له كذلك الحقوق الدولية اللي تتنص على أساس إدماج أشخاص فضعية إعاقة في المجتمع. كيف كتعامل الجامعة مع الأشخاص المعاقين من خلال الإكراهات اللي كيلقاو في عدد من المدن المغربية؟ وأعتقد أنه الدور ديال الجامعة وهو التنظيم وهيكلة الشأن الرياضي على مستوى الوطني، وبالنسبة للأشخاص المعاقين أنهم لازم يتكتلوا في إطار جمعيات وفي إطار أندية من أجل باش يمارسوا الرياضة، والشأن الرياضي هو مسؤولية ديال الجميع، مسؤولية ديال الجماعات المحلية اللي خاصها تفتح المنشآت الرياضية وتكون سهلة الولوج بالنسبة للأشخاص هادو، وكذلك مسؤولية ديال وزارة التربية الوطنية ومسؤولية ديال قطاعات حكومية أخرى. شنو اللي خلف شنو الارتسامات اللي خلف اللقاء ديال اليوم من خلال الجمعيات اللي مهتمه بذوي الاحتياجات الخاصه هنا بالمحمديه والمنخرطين ديالهم؟ تنعرفوا انه كان هناك تعطش وكان هناك تعرف على هذه الرياضه، وتنأملوا على اساس انه هذه الجمعيات اللي هي تتهتم بالاعاقه بصفه عامه على اساس انها تفتح الباب ديالها وتخلق فروع فرع رياضي من اجل الممارسه الرياضيه لهاد الاشخاص هادو، باش حتى هما يزاولوا الرياضه بشكل عادي وتلقائي. اخر سؤال، كيف كتشوف عمل الجمعيات المختصه بذوي الاحتياجات الخاصه على صعيد تراب عمله المحمديه؟ وتعرفوا على اساس انه الجمعيات اللي كاينين في المحمدية كاين بعض الجمعيات اللي هي عندها سيت وسيت وطني وعندها فروع في مدن أخرى، وحتى على مستوى الرياضي الحمد لله كاين جمعية اللي هي كبيرة والجمعية الحسنية للصم واللي تتهتم بالرياضة ديال الصم، فالأمل ديالنا على أساس أنه نستقطبوا جمعيات أخرى اللي يمكن يعتنيوا بالرياضة ديال الإعاقة الحركية والإعاقة البصرية، وبالتالي باش تكون عندنا الممارسة الرياضية تتكون تشمل جميع الإعاقات في المحمدية. العفو سيدي.